لما يكون الحق صوته عالي ما بتسكته رصاصة، ولما يصير الإعلام مثل الحجر فعل مقاومة وصمود حتى بعد الموت، بتضل التغطية مستمرة وبتضل الشهيدة حية على كل شاشة وبكل خبر مباشرة من قلب الصمود والتحدي. صباح الخير لكم مشاهدينا، حبيت بلش بهالكلمات اللي عم نوصف فيها أكيد شهيدة الصحافة، شهيدة القضية شيرين أبو عقلي اللي توفت هي عم بتغطي اقتحام مخيم جنين، اقتحام العدو الصهيوني مخيم الجنين بالضفة الغربية. استشهدت هي وعم بتقوم بواجباتها المهنية وواجباتها تجاه القضية. صباح الخير ريتا. صباح الخير تمارا، لإلك ولكل المشاهدين يلي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. يعني بهيدا الخبر أكيد تمارا تعازينا لشبكة الجزيرة، وتعازينا أيضا للإعلام الفلسطيني والدولي برحيل الإعلامية شيرين أبو عقلي. يعني عن جد خبر محزن جدا. أكيد مثل ما بنعرف كمان اليوم الجمعة مشاهدينا رح تتم إجراءات الدفن بالقدس بعد الصلاة عليها بكنيسة روم الكاثوليك بباب الخليل، قبل دفنها بمقبرة صهيون بالقرب من مقبرة والديها. وكمان كان انطلق يوم أمس الخميس موكب تشييع الصحفية الراحلة عبر جنازة عسكرية من المستشفى الاستشاري قرب رام الله وصولا لمقر الرئاسة الفلسطينية، حيث أكيد جرت مراسم التشييع الرسمي بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكيد قيادات عديدة وبمشاركة شعبية. وأكيد بهذا اليوم منح الرئيس الفلسطيني أو قلده وسام نجمة القدس. يعني مثل ما بتعرفي ريتا خبر استشهاد الصحفية شيرين أبو عقلي ضج مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلا حسينا انه كلنا مسنا هذا الاستشهاد وهيدي الوفاة الظالمة اذا فينا نقول. لهيك صورة اليوم رح تكون عن شيرين، رح نشوفها سوا. هيدي الصورة انا اخترتها قبل لحظات من وفاتها ريتا، قبل ما تطلع بتغطية مباشرة لقناة الجزيرة من مخيم جنين، حيث كانت عم تغطي اقتحام القوات الإسرائيلية لهذا المخيم. قبل لحظات فعلا مثل ما عم بتشوفي أكيد الفريق الأعداد عم بيساعدها بتركيب المعدات قبل ما تطال رصاصة العدو الإسرائيلي. أنا لما شفت هذه الصورة ما بخفى عنك تبادر لذهني شغلة وحدة، انه شو كان بدها بهيدي الشغلة. بس رجعت للحظات فكرت وقلت انه لما الشغف يكون موجود بداخل الانسان، شغفك لمهنتك وحتى بحالة شيرين شغف لقضية اللي هي القضية الفلسطينية، الواحد ما في يقول شيء. صحيح تمارا، مثل ما قلتي يعني قديه الشغف بالمهنة وشغف بقضية معينة هي قدها كانت أكيد، واستشهدت كرمالها. هيدا شيء يعني كل الاحترام لإلها ولروحها، ونحن منعزي أكيد أهلها وكل الوسط بالجزيرة. أكيد يا ريتا نحن بدنا نقول تحية لروح الصحفية الزميلة الشهيدة شيرين أبو عقلي. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف، فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عقلي. فعلا ما قدرت تغير الواقع، بس كانت الصوت الصادح بوجه الظلم والاحتلال، وقدرت فعلا أن توصل صوتها لكل العالم. الرحمة لروحها أكيد مشاهدينا. من بعد صورة اليوم رح روح أنا وياكم أكيد لحالة الطقس. يعني تمارا هلا وصلنا لحالة الطقس، أكيد طقس يوم الجمعة 13 أيار طقس ربيعي مستقر نسبيا، بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت 14 أيار، حيث بيتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة ومحملة بالغبار بسبب تمركز منخفض جوي شمال مصر
كما رح تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بالغبار مع انخفاض الرطوبة النسبية واشتداد بسرعة الرياح لتوصل لحدود 80 كيلومتر بالساعة فجر الأحد. وأكيد مشاهدينا تأس الأحد فرح يكون غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة بالداخل ورياح ناشطة توصل لحدود 75 كيلومتر بالساعة. عم تعرفي تمارا بعده التأس بتحسيه متقلب منه كتير هيك ستابل مثل ما بيقولوا، يعني الأحد كمان رح نرجع نشهد أمطار خفيفة. أكيد ريتا، على قد ما هو هذا الطقس متقلب على قد ما هو مضر. صحيح، بحالات الحساسية وحتى بحالات الجريب الفلو. بعد حالة الطقس صار وقت نتعرف على قديس اليوم. ريتا، بتحتفل الكنيسة اليوم بقديسة مميزة سيدة فاطمة. اليوم ب 13 أيار ظهرت القديسة بالقرب من مدينة فاطمة بالبرتغال عام 1917 ست مرات لثلاث أولاد من رعاة المواشي. توجهت الأم البتول للعالم أجمع من خلال أولئك الفقراء البسطاء، داعي الجميع لإحياء روح الصلاة والتوبة وأعمال التكفير. برسالتها أيضا تشجيع لأسقف روما وعلامة رجاء للكنيسة المضطهدة. اعترفت مشاهدينا الكنيسة الكاثوليكية بصحة هذه الظهورات، وأعلن البابا القديس يوحنا بولس الثاني بالأول من أيار 2000 خلال زيارته لفاطمة اثنين من الرؤاة طوباويين. وبالذكرى المئوية لظهور العذراء أي ب 13 أيار 2017 أعلنهما البابا فرانسيس قديسين. أما أكيد الشخص الثالث توفت عام 2005. وريتا كمان يعتبر مزار فاطمة بالبرتغال من أكثر المزارات المريمية اللي بيقصدها الحجاج بكافة أنحاء العالم، خاصة هلأ طلب تعرف نحن بالشهر المريمي. صحيح تمارا، يعني يا ريتا مثل ما بتعرفي كمان نحن هلأ بأجواء انتخابات نيابية طال انتظارها، وكان في العديد من الأقاويل على أنه رح تحصل أو لا. فأكيد شوي من أخبارنا رح يكونوا عن الانتخابات، والجزء الثاني أكيد مثل العادة بتكوني محضرتي لنا دايما أخبار متنوعة رح نتعرف عليهم أكثر بالمتفرقات. يعني بأول خبر تمارا، أكيد أنا محضرة خبر كتير حلو. بتعرفي امبارح كان 12 أيار هو اليوم العالمي للممرضات والممرضين، فبمناسبة هاليوم العالمي تمارا بتتوجه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتحية تقدير واحترام إلى الجسم التمريضي، إلى أصحاب أصعب المهن وأكثر إنسانية، لكل الجهود والتضحيات يلي عم يبذلوها بهالظروف الصعبة يلي بيعاني منها الوطن لتأمين الرعاية الصحية والطبية للمرضى ودعم نفسيا ومعنويا. أكيد تمارا نحن دايما معودين على الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمبادراتها وبتفكيرها بكل القضايا بلبنان، ولكن كمان تمارا ما فينا ننسى عيد الممرضين والممرضات اللي هن بالصفوف الأمامية واللي كان سنتين كتير صعبة عليهم، ودايما حقوقهم للأسف بلبنان مهدورة عم بتكون معنويا وماديا. إن شاء الله هالسنة هيك الجايين عليها ياخدوا حقوقهم بكل المراحل اللي بيشتغلوا فيها بالمستشفى، وهالإنسانية اللي ما لها حدود اللي بيعطوها تجاه المريض وأهل المريض. صحيح ريتا، أكيد تحية لكل الطاقم التمريضي. مثل ما ذكرت هالسنتين اللي قطعوا ثلاث سنين كانوا بمثابة امتحان صعب، وأكيد قطعوه بكل نجاح، فتحية لهم بيومهم وبكافة الأيام. وذكرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي دايما السباقة فيما يخص
شؤون المرأة، وهلأ بالانتخابات صوتنا خيارنا. الماضي ما بيرجع بس المستقبل بإيدينا. صوتنا خيارنا هو مشاهدينا عنوان الحملة الإعلامية اللي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكيد لدعوة الشابات والشباب للمشاركة بكثافة بالانتخابات النيابية التي ستقام يوم الأحد ب 15 أيار. أكيد نحن رح نشوف هيدي الحملة بفيديو ترويجي، ومنرجع أكيد منكفي بقية المتفرقات. الماضي ما بيرجع بس المستقبل بإيدنا. صوتنا خيارنا. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. فعلا الماضي ما بيرجع والمستقبل بين إيدينا. صوته وصوته بكثافة مشاهدينا ب 15 أيار. وشكرا للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الداعمة دائما لقضايا المرأة وقضايا الشباب بالمجتمع اللبناني. ريتا، نحن زرنا الشارع مثل ما بتعرفي مع اقتراب موعد الاستحالة الانتخابي، وشفنا اذا الشباب والشابات بلبنان عندهم امل بالتغيير، عندهم امل بالانتخابات القادمه انه تكون فعلا حامله رايه التغيير. خلينا نشوف سوا اراء المواطنين. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي زرنا الشارع لنوقف عند راي المواطنين لنعرف اذا المواطن اللبناني بعد عنده امل بالتغيير. عندنا انتخابات بلبنان، بدي اسالك سؤال، هل عندك امل انه هالانتخابات رح تغير كتير قصص بلبنان ولا رح تبقى مثل ما هي؟ والله على الاوضاع اللي احنا عم نعيشها يمكن حتى الامل عندنا قتلوه، حتى الامل الشمس كمان يمكن حتى انه سرقوها، فما بعرف اذا هن نفس الوجوه اللي كانوا ايام الحرب، للي كانوا هن زعماء الحرب، وللي كانوا هن المنظومه الفاسده، اكيد ما في عندي امل فيهم، يعني اللي قتلنا وللي شارك بالقتل وبالدم، اكيد ما حيجي اليوم يعطيني ورده لاولادي انا، اللي هجر هالاجيال كلها وهاللبنانيه خليهم يتغربوا، اكيد ما عندي امل فيهم. لا مش من باب انه الواحد، بالعكس نحن شعب كثير بنحب الحياه وعندنا امل كثير لدرجه انه العالم بيقتدونا على هذا الشيء. انما ما بقول المثل من جرب مجرب كان عقله مخرب، وهذه التجربة يعني تخطط العشرين مرة. نعم. بالنسبة لألي يعني لعمره هيك أو 15 مرة بقى لا أبدا ما في أمل. لا أنا بصراحة ما عندي أمل، وكان بتمنى أنه يتغير هالقانون لحتى يصير في عنا أمل والشعب يتحرك ويعطي اللي بيوثق فيه. إن شاء الله يا رب، ما منظن أنه في أمل بس إن شاء الله يا رب. عندك امل يعني؟ معقول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله عمنا ان شاء الله اكيد حيتغير للاحسن، لانه في كثير ناس هلا وايد بس مش متامنين رح يتحسن دغري مره واحده، فلازم يعني اكثر من مره، يعني هالانتخابات تحصل شوي وشوي شوي لحتى يتغير، بتاخذ شويه وقت هون، بس لازم يكون في تغيير بالاشخاص ليكون في كمان تغيير بالبلد على جميع الاصعده. يعني إن شاء الله يكون في أمل، ما بدنا نحكي بتشاؤم، بدنا نحكي بتفاؤل، إن شاء الله يكون في أمل ويكون في شيء أحسن وأفضل أكيد، يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه. فلو كان دائرة واحدة لبنان وكل إنسان بيختار اللي بده إياه، ساعتها بقلك في انتخابات ديمقراطية، ساعتها البلد بيقوم. هلا ما في. يعني تمارا بتحسي هيك بالشارع يعني قسمت الآراء، في ناس عندها أمل وفي ناس ما عندها أمل أبدا، بس بتحسي في شيء جاي معهم أنه كلهم بدهم ينتخبوا. صحيح ريتا، يعني طبيعي الشعب عانى بهالأربع سنين كانوا غير صحيح. السنوات اللي مضت خاصة مع انفجار المرفأ والضحايا اللي راحوا فوق 217 ضحية، على أمل احنا دايما الأمل موجود عنا أنه يكون
الأفضل والأحسن جاي. شو محضرتي لنا بالخبر التالي؟ بالخبر التالي تمارا، بمناسبة مرور 25 سنة على زيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى لبنان ب 10 و 11 أيار 1997، رح يحتفل سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة الوكيل البطريرك الماروني لدى الكرسي الرسولي بالذبيحة الإلهية على مذبح قبر البابا القديس يوحنا بولس الثاني ببازيليك القديس بطرس الفاتيكان للصلاة من أجل السلام والرجاء بلبنان الساعة 5 مساء بتوقيت روما. يعني هيدي كانت تمارا من أجمل زيارات البابا القديس البابا على لبنان، وقدي كان الشعب هيك متشوق، وكانت زيارة مكللة بالسلام والرجاء والمحبة. فنحن ناطرين أكيد كمان زيارة البابا فرانسيس، إن شاء الله قريبا بيزور لبنان، لأنه هالأرض هي بلد مقدسة ونحن بحاجة لزيارة البابا أكيد، لحتى هيك يعطينا نعم وبركات. أكيد يا ريتا، من بعد خبرك نحن رح نرجع شوي لأجواء الانتخابات، بحيث أكيد أصدرت وزارة السياحة تعميم بإقفال المطاعم والمقاهي الليلية ابتداء من ليلة السبت لفجر التنين خلال العملية الانتخابية، وكمان كما بتعرفي صار في كتير أخذ ورد ريتا حول إذا رح تسكر المدارس الخاصة يوم التنين، يعني من بعد يوم من الانتخابات. حسم وزير التربية أكيد عباس الحلبي عفوا قراره، وأصدر تعميم بيطلب فيه من إدارات المدارس والمعاهد الخاصة إقفال المؤسسات التنين مواكبة للانتخابات النيابية، على أمل أكيد أن تكون عم تقطع على خير إن شاء الله. على أمل تمارا ما يصير في مشاكل أبدا، وكل واحد إذا بديك يمارس حقه بالانتخاب ولكن بعقل كتير كبير، لحتى تقطع هيدي المرحلة على خير لازم دايما الإنسان يفكر أنه لمصلحة لبنان تتكون أفضل لإله لأولاده لعياله. أكيد أكيد على أمل. خبرنا التالي معك؟ خبرنا التالي بحزن شوي تمارا، أكيد تعرفي للشيف بوراك تم تداول مؤخرا صورة للشيف بوراك التركي بغرفة العمليات لإجراء جراحة استئصال ورم سرطاني خبيث، وأكد أكيد كل المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي تمارا، أكدوا قديه الشيف بوراك معودنا على ابتسامته الحلوة وعلى عمل خير. يعني يمكن ما بيعرفوا ما بيعرف قديه بيعمل عمل خير مع الأشخاص، ولكن اليوم فقد كتير من وزنه واختفت هالضحكة الحلوة. أكيد بنطلب من الله الشفاء العاجل، وأكيد يقوم بالسلامة ويرجع لكل محبينه يلي ناطرينه بفارغ الصبر. يعني وأكيد يلي شاف الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تمارا لاحظ الفرق الشاسع بوزنه، حتى الضحكة فعلا تغيرت ملامحه. نحن منتعيله أكيد بالشفاء العاجل يا رب. على أمل أكيد ريتا كان هالشاف وزع إيجابية وفرح وطاقة أينما حل، فأكيد نحن دايما نتمنى له السلامة، وأكيد يكون عم يرجع على عمله بأقرب وقت. أخبار كورونا نحن نسيناها ريتا، مش لأنه كورونا بطلت موجودة، بس لأنه صار في أولويات غير عنا. بس خبرنا من الاتحاد الأوروبي، بحيث رح يلغي الاتحاد الأوروبي مشاهدينا وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية بالمطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل مع انحسار الجائحة بأوروبا، بحسب وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي. أكيد تحديثا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، مع الإشارة أنه الكمامة ما زالت أحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد 19. يعني حلو هيدا الخبر تمارا، هيك تحسي أنه رجعت الحياة لطبيعتها. ومثل ما قلتي يعني الناس بلبنان يمكن نسيوا كورونا، كورونا بعدها موجودة، ولكن الأولويات هي عم تبعدنا شوي عن الأعداد، ولكن الأعداد بكل الأحوال حسب وزارة الصحة عم بتكون منخفضة. بس مثل ما قلتي الكمامة هي أحلى وسيلة إنه الواحد يكون عم يتوقع من غيره لحتى ما يلقط كوفيد 19. على أمل. معك خبرنا التالي تمارا. هلا انا وياك اكيد رح شوف شيء كتير حلو. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل رضيع
ما بيوقف بكي إلا بس يسمع صوت المي. رح نشوف الفيديو سوا قدي مهضوم هالطفل وقدي كيوت. Oh my boy, it's okay. He's so cute. يعني قد ايه مهضوم هيدا الفيديو تمارا، وانا عندي هيك عاطف كتير على هول الاولاد بيخلقوا جديد، لان تحسي ريحتهم بشرتهم يعني تحسيهم هيك سبحان الله. يعني صوت المي ما بعرف شو حاله، لحتى بس تقربيه من صوت المي بيسكت. فعلا كتير مهضوم هيدا الفيديو. انا وياك ريتا رح نروح لابل، بحيث اعلنت شركه ابل انه رح تتوقف عن انتاج ايبود، جهاز ايبود، بعد اكثر من 20 عام من انطلاقه او انطلاق هذه الاجهزه اللي اصبحت واجهه الموسيقى المحموله ودشنت انطلاقاتها الصاروخيه لتصبح اكبر شركه بالعالم. منذ انطلاقه بعام 2001 اكيد ما بتعرفي اللي تواجه جهاز ايبود اللي عم نشوفه بالصوره سيل من مشغلات الموسيقى المنافسه، ابرزهم اكيد التطبيقات وحتى الهواتف الذكيه نفسها. صار الشخص يستغني 2-in-1 التليفون يكون، واكيد خضع هذا الجهاز للعديد من التحديثات منذ انطلاقته ب 2001، وتم اصدار النسخه اللي عم يجرى استخدامها حاليا الايبود تاتش مثل ما عم نشوف بالصورة بعام 2007، وهو نفس العام اللي تم فيه اطلاق الايفون. اكيد شركة ايفون هلأ رح توقف انتاج اجهزة جديدة، والاجهزة الموجودة بالسوق رح تضل عم تنباع لحتى نفاذ الكمية. يعني دايما الابل معودتنا على اشياء جديدة، واوقات بتشيل شيء من السوق بتحط شيء محله، ولكن دايما عندها مميزات خاصة شركة الابل. اكيد تمارا رح روح انا وياك بالذكرى الثالثه للحريق يلي التهم، اذا بتتذكري كاتدرائيه نوتردام دو باري او كاتدرائيه سيدتنا العذراء. افاد علماء اثار فرنسيون بانهم وجدوا تابوت غامض من الرصاص بيعود للقرن الثالث عشر، اكتشف بعد الحريق، واكيد سيفتح قريبا لمعرفه الاسرار يلي بيخفيها. يعني هلا بعد فتره بدون يفتحوا لحتى يشوفوا شو في بقلبه، وبتلاحظي قديش إلها الكنيسة معمرة، ما اكتشفوا هالشي إلا وقت احترقت. صحيح ريتا، يعني أخبارنا غنية ومتنوعة اليوم، أكيد مكفين معك بالأخبار. أكيد تمارا، هلأ بدي خبرك خبر حلو لإليك وللمشاهدين، هيك له طعمة مريحة. يعني بروح مريحة وخلال تسليم ملكة أسبانيا لتيزيا جوائز أمام المجلس الملكي، صادف ارتداء أحدى الفائزات نفس فستانة، فضحكت وعبرت عن هالموقف وهي عم تضحك من قلبها. قديش يعني حلو، قديش حلو الروح الرياضية، روح رياضية، وحسيتها أنه يعني غمرتها وكأنه رفيقتها، يعني ما زعلت. انه اوقات بتصير هيدا الشغلة، يمكن السيدة بتتضايق انه كيف لبست زيت الفستان، او بيصير يقولوا انا لبسته قبلك وانت لبستيه بعدين. ليكي قد ايه الروح الرياضية عندها، وعن جد هيدا يعني صدفة بتصير، مش كل المرات اكيد بتصير. تمارا للأسف هلأ رح نروح كمان انا وياكي على خبر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبابا فرانسيس على كرسي متحرك. أنا بدي أقول شغلة تمارا، أكيد البابا عم يمرق بظروف صحية صعبة، ولكن نحن منصلي دايما من أجل يلي بيذكرنا بصلاته، ومنحمله بقلوبنا يلي دايما حملنا بقلبه، ومنتضرع لالله أنه يحفظه ويشفيه كرمالنا وكرمال كل رعيته يلي بتحبه وبتفتخر فيه من كل القلب. نحن دايما ندعي له الشفاء للبابا فرانسيس، إن شاء الله أنه قريبا بيصير منيح ومنشوفه بلبنان، لأن نحن ناطرين زيارته بفارغ الصبر. أكيد على أمل،
على أمل. بعد عنا تمارا خبر بيقول أنه أفادت وكالة المركزية بأنه العمل توقف بمستودع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية التابعة لوزارة الصحة بمنطقة الكارانتينا نتيجة توقف مولدات الكهرباء بسبب نفاذ المازوت. يعني أكيد تمارا عم بتشوفي أنه قديه عم نعاني لحتى نلاقي الدواء، وخاصة هالأدوية توقفت لانه للامراض المستعصيه. يعني مرض مستعصي ما في انسان يقعد بلا دواء للاسف، انه ما في مازوت ولا في مولدات، وبيقولوا لك انه ما بقى في دواء، يعني مثل ما بيقولوا لشخص دبر راسك، يعني المريض كثير عم ياكلها، والشعب اللبناني هو عم بيكون عم يدفع نتيجه الفساد، عم يدفع اولا أكيد للأسف. على أمل أكيد أنه نكون قادمين على أمل الأفضل. تمارا لازم يكون عندنا أمل هالجمعة. نعم، أنا بدي أشكرك دايما على المعلومات اللي بتقدمين لياهن وللمشاهدين، ونحن دايما دايما أكيد بننطر معلومتك الطبية الموثقة، لأنه أكيد دايما بتجيب لنا معلومات طبية من المصدر الأساسي أو حتى من عندك. صحيح تمارا، اليوم رح نحكي عن شيء ذكرتيه بحالة الطقس كمان، في كتير أشخاص عم يعملوا ربو بهيدا الطقس. أنا وياكي والمشاهدين رح نحكي عن الربو بفقرة معلومة طبية. اليوم أكيد حابة أحكي عن مرض الربو القصبي بنسميه تمارا. هالمرض أكيد مرض مزمن وبيأثر على كل القصبات الهوائية الموجودة بالرئة. هو مرض تحسسي، بتعرفي كل الأشخاص اللي عندهم ربو بيكون عندهم حساسية، يعني يا بيسعلوا بطريقة دايما متواصلة، يا إذا بدك بيصيروا منخيرهم كمان بيصير في عندهم رينيت، وبينتقل عادة بالعامل الوراثي. هلأ بيقولوا دايما كل الدراسات تمارا أنه كل الأشخاص اللي عندهم حدا بالعائلة عنده عامل وراثي ممكن يكون ينتقل الربو بهالطريقة. أسبابه غير معروفة، هي أسباب جينية، يعني ممكن تكون خاصة بالكروموزوم، أوقات بتبلش بالأشهر الأولى من حياة الطفل، وبتلاحظ أنه في كتير أطفال عندهم ربو بيضطروا يروحوا على الأوبيتال لحتى ياخدوا فانتولين. أما أعراض الربو التحسسي هي كتيرة، ولكن الأكثر شيء معروف هو السعال وضيق النفس. عادة كريزة الربو أي متى بتصير؟ بتصير ضمن مواسم مثل الخريف والربيع، وأوقات الأعراض بتكون كل السنة للأسف. السعلة اللي بترافق الربو عادة فيها تكون ناشفة، وفيها تكون كمان فيها بلغم، لون البلغم بيكون أبيض، كتير صعب أنه يظهر من الرية. ودايما بس المريض الربو يروح عند الحكيم تمارا وقت يجي يفحصه بالستيتوسكوب دايما بيسمع ويزينج مثل صفيرة بصدره. أما علاجه أكيد لازم يكون بخاخ مثل ما عم نشوف بالصور. هيدا البخاخ بيحتوي على مادة الكورتيزون. هالمادة ما إلى أعراض مثل ما الكورتيزون بناخده بالحبوب، ولكن إلى أعراض ممكن تعطي طعمة مرورة بالتم، مشان هيك بس يخدها المريض نحن منعلمه كيف يخدها، لأن إلى طريقة معينة منعلمه أنه ينظف تمه كتير منيح لحتى تروح طعمة المرورة من التم. مشان هيك تمارا اليوم هيك حبيت أعطي تبس صغار عن كل الأشخاص اللي عندهم مرض الربو بهالفيديو الصغير، رح شوفه أنا وياك والمشاهدين سوا. مشاهدينا رح نقدم لكم اليوم بعض النصايح لكل المرضى اللي بيعانوا من الربو. اكيد كل مريض بيعاني من الربو لازم ما يتوقف عن اخذ الادوية بطريقة عشوائية، ولازم اكيد يستشير الطبيب. وكمان لازم مريض الربو يبتعد عن التدخين وعن الارجيلة، لانه هيدول المصدرين اكيد بيعملوا التهاب بالجهاز التنفسي. وكل الاسطح لازم تكون نظيفة وريحتها حلوة لحتى ما تضايق مريض الربو. وكمان كل مريض عنده ربو لازم يبتعد عن كل الأدوية اللي بيحتاجها بالبيت لحتى ينظف البيت لحتى ما تعمل له كريزة ربو. وكمان أهم شيء كل مريض لازم يبتعد عن القلق وعن ستريس، لأنه هيدا الشيء كمان بيزيد من كريزة الربو. مشان هيك مشاهدينا حيلا شيء بتحسوا فيه لازم تستشيروا الطبيب المعالج. يعني أكيد تمارا بهالتبس
أهم شيء إنه واحد يبتعد عن التدخين، عن الأرجيلة، عن الستريس، حتى عن البارفان، عن الحيوانات الموجودة بالبيت، حتى عن الديترجان اللي بيستعملون، لأنه كلهم هن إذا بدك عوامل بتخلي إنه المريض يصير عنده كريزة ربو. وعادة تمارا مثل ما بتسمعي إنه كريزة الربو ممكن تكون هيك عادية، ولكن أوقات بيضطر المريض إنه يفوت على المستشفى على الطوارئ ليأخذ أدوية لحتى يرتاح من ضيقة النفس يلي عنده إياها. أنا بدي أشكرك للتأكيد على المعلومات القيمة وعلى الفيديو المهضوم اللي كمان خصصتينا فيه اليوم. مع معلومة طبية بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الصباحية، بدايتنا الصباحية. نحن وياكم مشاهدينا أكيد رح نكون مع تأمل، بما أنه نحن أكيد هلأ بالشهر المريمي، ورح نباشر من بعدها باستضافة ضيوفنا. أكيد خليكم معنا. أيتها البتول مريم، إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة، لذا جئناك يا أم الله وأمنا في شهر أيار المبارك، نسلم لك حياتنا عيالنا ووطننا لتقودين نحو الخالق ليقدسنا ويطهرنا.